اليوم رح نحكي عن الأحصنة العربية وكيف دخلت لعالم ريد ديد. إذا إجينا على هذا المكان بالخريطة رح نلاقي كوخ صغير اللي راح يكون موجود داخل هذا الكوخ كتاب بعنوان أوتس ميلر والأمير العربي. اللي ما بيعرف أوتس ميلر فهو واحد من أبرع حاملي الأسلحة وراح نقدر ناخذ معاه مهام جانبية. أوتس ميلر كان بمغامرة بالمناطق العربية وتعرضوا له أشخاص وكانوا على وشك إنهم يقتلوه، وباللحظات الأخيرة أنقذوا أمير عربي اسمه سلطان عبد الرحمن. بعدها دار حديث بيناتهم وحكاله الأمير إنه راح يرجعه لبلده مع حصان عربي أصيل. بعدها سألوا الأمير ليش اجيت على هاي البلاد، فجاوب أوتس ميلر عشان اسرق واحد من الاحصنة تبعونا. بعدها حكاله الامير انا قرأت عنك كتير بالكتب وبعرف قديش انت بارع بالاسلحة، عشان هيك راح تساعدني عشان نقتل اخوي. وطبعا احتمال في قصص تانية بتحكي عن الاحصنة وكيفية دخولها لعالم ريد ديد.